مساء الخير. لبناني فظيع، صار له فترة فات بالكريسماس مود، زينا الطرقات، حطينا السبان، ضوينا الشجرة، اشترينا تاب جديد، زبطنا الهيئة، وما كانوا في شيء، ما كانوا في مشاكل بالبلد، نسينا كل المشاكل، وفتنا تنستقبل المغتربين بلبنان. ذكرتني هالفكرة وقت كنا صغار، كنا وقت يصير في مشكل بالبيت، تكون متخانق أنت وخيك بالبيت، أول ما يجوا لعندكم الزوار دغري بتمسحوا دموعكم وبتقعدوا مع العالم وكأنه ما في شيء. قدام العالم تمثيلية. نحن بما انه هلا جايين كل المغتربين راجعين على لبنان، كل لبناني بجواته عم ببلش يعمل هالتمثيليه وكانه ما في شيء، البلد كله تمام، البلد اخضر، لبنان اخضر، كهرباء 24 ساعة، ما في ولا 8 ولا 14، كلهم خط واحد سياسيا، لدرجه هيدا كله بيعمله تقريبا تيشوف حاله على ابن خاله اللي بيكون جاي من برا، بجرب يحسسه وكانه هو سافر وفلن البلد وروح كتير عليه، لو بقي بلبنان كان عمل الملايين. على أمل ما شنهار تكون هيدي الخبرية كلها اللي عم بقولها تكون حقيقة وما تكون بس مختصرة على فترة الأعياد، الفترة اللي بيجوا فيها السواح على لبنان، الفترة اللي بيجوا فيها المغتربين على لبنان، ودائما تكون في إيفنت مهم بلبنان، نكون دائما نحن مبسوطين بالبلد، دائما متفائلين بالبلد ومتأملين دائما الخير. حلقة جديدة من الآخر بتبلش، ومن الآخر لليلة مع الياس الرامي، زينة شمعون، زينو كرم، باتريسيا لامور، راشد بحصلي، ورولا كعدي. ليلة بحلقتنا رح نتعرف على مسيرة الصحافي موفق حرب، قصة نجاح ملحن ومنتج موسيقي جون ماري الياشي، هي ممثلة بارعة وعايشة على كيف تقلى شمعون، نجح وبرع بالغناء ومؤخرا بالتمثيل زياد برجي، هي راقصة تعرضت لحادث أدى لتشويهها واليوم رجعت على الساحة كارينة، بالإضافة أكيد لنيو كونسبت وآخر إنجاز. مساء الخير جميعا. يس رامي مساء الخير. أهلا وسهلا فيك. ثانك يو. يس شو جابك عم من الآخر؟ ولا كنت ماري من هون، حدا دلني على المفرق، فتت قالوا لي في محل فاضي جيت عاد. اهلا وسهلا فيك. اللي هي شو بتعمل بالحياه؟ انا عايش بنيجيريا، عندي شغل هونيك وفلل بعد شوي. من نيجيريا جاي على لبنان؟ بس تصور شو على نيجيريا خي بنعمل مصاري نحن بلبنان. شو اخذك لهونيك؟ كمان طيارة. نبقى بناخذك سكايب وقتها ترجع؟ اكيد رح نرجع نشوفك بحلقة جديدة ان شاء الله. ان شاء الله. خبرنا شو محضرنا. الكاركتير تبعك قالوا لي انه منك كتير، ما بدي اقول بوليتيكلي كوريكت، بس نوعا ما اذا بتشوف غلط بتقول هيدا غلط. اكيد اكيد بقول غلط، الغلط غلط، الصح صح. هيك رح تكون بالبرنامج؟ اكيد طبيعي مع كل الضيوف. موست بروبلي حسب اذا بحن زبحن ولا ما بحن يعني. اذا بحن على الضيف مش تطلع فيه. اكيد مش انت بعمل لك هيك. خلينا نغني نبلش باول فقره الليله وهي public figure. عيش معظم حياته بأمريكا وبدأت مسيرته المهنية مع تلفزيون ABC ببرنامج نايت لاين، بعدها دخل تلفزيون CBS كبروديوسر للأخبار. ب97 عاد للبنان لمدة سنة وأسس تلفزيون NBN، ومن بعدها عاد لأمريكا وأخذ منصب مدير جريدة الحياة بواشنطن وأسس راديو سوا وتلفزيون الحرة. بال2004 تزوج من الإعلامية بولا يعقوبيان، وبال2008 عادوا نهائيا للبنان. حاليا هو مستشار رئيس مجلس الإدارة بالMTV، بالإضافة لإعطاء دورات تدريبية بالإعلام وبالعمل السياسي الانتخابي. قام بمقابلات صحفية عديدة مع أهم السياسيين، نذكر منهم بيل كلينتون، جورج بوش، عبد الله الصالح، ورئيس وزراء ووزير خارجية قطر حمد بن جاسم. تعرف عليه أكثر من سبب الببليك فيجر اللبنانية موفق حرب.